كانت باقي الجرائم المتابعة بها صباحي وناقشها، جرائم اغتصاب، محاولة اغتصاب، باقي الجرائم ناقش العناصر التكوينية ديالها وشرحتها بيجي المحكمة. ومن بعد دزت الوسائل الإثبات، وسائل الإثبات التي تبرئ توقب 20، وجبت ناقش التصريحات ديال الشهود وتصريحات بعض المصرحات، وناقشنا بأن ديك الدليل الإلكتروني كحجة ما يمكنش نعتمدوها في فيديوهات في موجة 29، وناقشنا الناحية الفقهية وحتى القضاء شنو كيقول في هذا الاتجاه هذا. في هذا اللي كاين، ما كان طولنا بزاف داكشي علاش بقيت كنمشي اختصرنا شي شويه اللي كنختصروا. من بعد ناقشنا الدعوة المدنية للتعويض، وكيفاش المرابط كيطلب التعويض والحال انه ماشي ضحيه.